نحن الساينس فيكشن، نحن بنعمل اكشن، نحن الساينس فيكشن، نحن بنعمل اكشن. كيف وصلنا لهون؟ هي خدعة تلفزيون نعمل، هي خدعة تلفزيون نعمل. وتقول الحلويات في كتابها يحكم أن حلواني اسمه إسماعيل أنا، يحكم أنه كان لجوجا لكنه أصيل، يحكم أن حلواني اسمه إسماعيل مين سموه، يحكم أنه كان لجوجا لكنه أصيل، كان يحب الشهرة ما عنده ولا نمرة، كان يعيش قهرا يا إسماعيل صبرا. مرت عمي شو؟ مرت عمي نجاح داريني عطريق الشهرة حطيني، مرت عمي نجاح داريني عطريق الشهرة حطيني. منك مسرور والدنيا سحور على شو معهور؟ رختو بصير مشهور، أنا حابب كون مشهور، بيقلبق لي أعمل مشهور. أنت أشهر حلوانجي بالحي، طول بالك طول بالك عحالك يا خي. شوف النعمة وقول يا كريم، إيه والله رمضان كريم. شوف حلا حلوين حلونجي، والحلو فرجي بغنج غنجي، والمعمول مصفوفو حدو صفوفو حلوياتي عالبصول. حلونجي والحلو فرجي بغنج غنجي، والمعمول مصفوفو حدو صفوفو حلوياتي عالبصول. حلونجي أنا شو تمام أو زنود الست، يا سلام. حلونجي أنا شو تمام أو زنود الست، يا سلام. بس المشكل إنه المشهور ذنبه مغفور، أما المقهور وحده مقهور منه مسرور. بابا يا أبي يا بوي، مسافر بزيمبابوي تاركني ووضعي مريب، وحدة بيت عمي مهيب، علي مطول باله بس بيبقى لحاله، أما مرت عمي نجاح هي سر النجاح. لو حققت المستحيل حلواني إسماعيل، لو حققت المستحيل المستحيل حلواني إسماعيل.
لما كلمتني كلمتني قالت يا إسماعيل صغرا، قلت يا مرت عم بنجاح عيل صبري. أخ أخ لواحظ. لماذا يا لواحظ؟ لم أظن أبدا أن حبك سيكون قاسيا إلى هذا الحد. لواحظ، أنا ألاحظ أن الغيرة ستأكل قلبك الصغير. ومن مين؟ شو هاد؟ مرت عمي نجاح. شو يا اسماعيل؟ ايه مرت عمي نجاح بيقولوا من من او ممن او من مين. شو هيدي حزورة؟ ممن احلم هيك؟ ممن؟ ايه ايه حلوة كتير. ممن؟ ممنونك. لم ألاحظ أن الغيرة ستأكل قلبك الصغير. طغاري، وممن؟ من صافيناز؟ أواه صافيناز، صافيناز ابنة عمي الطيبة. لا يا لواحظ، أنت حبي، أنت قلبي، أنت كبدي ومقلتي. لواحظ، إني ألاحظ أنك تتهربين مني يا لواحظ. لواحظ، إن أظافري ظمأة لظلالك الظليلة. ظننت أنك تظنين كم أظن يا لواحظ، إن ظنوني ظمأة وظنونك فيها فظاظة. يا لواحظ، لواحظ يا لواحظ، إنها مذيبة يا لواحظ. عم شو ها مذيبة؟ مذيبة؟ في ألو مرت عمي نجاح؟ إيه إذا في كارثة وراح تحل. شو بيقولوا؟ شو بيقولوا؟ يعني إذا بلوي حلت على عاشق معين بيقولوا أكيد شي بيقولوا، ما هيك؟ ايه شو بيقولوا؟ ايه شو بيقولوا؟ لك شو عم تسأليني لإلي؟ لك عم بقلك إذا حلت بلوي على عاشق والهان شو بيقولوا؟ بيقولوا مثلا إنها مذيبة. مذيبة؟ طيب ليكي ما رح تفهم علي، لحظة رح مثلك ولما أغلط أنت وقفيني. ايه؟ قولنا نشوف. ايه اسمعي لواحظ، إني ألاحظ أنك تتهربين مني يا لواحظ. لواحظ، إن أظافري ظمأة لظلالك الظليلة. ظننت أنك تظنين كما أظن، إن ظنوني ظمأة وظنونك فيها فظاظة. فظاظة يا لواحظ. اسمعي يا مرت عمي لواحظ، إنها مذيبة يا لواحظ. شو مرت عمي؟ في بالعربي مذيبة؟ مذيبة؟ والله ما سامعة فيها بحياتي هيدي. يا نجاح بدنا ننام. مهيب؟ مرأة معك مذيبة؟ يا اسماعيل خليها لبكرة، أظن أفضل. بابا أبو اسماعيل، هيك بتعمل فيي يا أبو اسماعيل؟ ما أنت كنت فهلوي بالعربي، يا ما كان فيك تعلمني شوي؟ ما صدقت، لك ما صدقت أمتى صحلي فرصة التمثيل. الأستاذ محسن عطاني دور حلو حتى مثله. يا بس بدي مين يرشدني يا بابا؟ أقعد لي بزيمبابوي؟
نحن هنا. مين؟ ساينس فيكشن؟ مين بده يكون غيره؟ ليكو رح قلكن شغلة، أنا هلأ عم مثلها والتمثيل بده تركيز، دخيلكم اتسمعوا علي وما تقاطعوني. لاحظ إذ إني ألاحظ إذ أنك تتهربين مني يا لواحظ. ظا لواحظ ظا إن أظافري ظمأة لظلالك الظليلة. ظي ظننت أنك تظنين كما أظن. ظو إن ظنوني ظمأة وظنونك فيها فظاظة يا لواحظ. ظا إنها مذيبة. مذيبة؟ من أين أتيت بهذه الطرهات؟ هيك مكتوب على الورقة. ماذا يقول الكتاب؟ يقول الكتاب مريبة. مريبة. معيبة. معيبة. مجيبة. مجيبة. لبيبة. لبيبة. طبيبة. طبيبة. لك يا عمي باز، أنا عم بسألكن عن كلمة مذيبة، ما في مذيبة؟ والله بتشبه كلمة بعرفها. وأنا كمان. هي على وزن مذيبة. لك إيه؟ بطيخ. صح. بطيخ؟ شو جاب بطيخ لمصيبة؟ يا اخوان الساينس فيكشن، انتو عم بتضيعوا لي وقتي والتمثيلية بكرة. فيني مثل معك؟ فيه مثل معك؟ دخيلك يا خي، ما تمثل معي، الدور لإلي ولا صافي ناس، إذا بتريدوا توكلوا. طربيش؟ ايه ايه مرت عمي نجاح؟ عرفت شو هي؟ مين هي؟ الكلمة الغريبة. مذيبة؟ ايه مذيبة. لا والله. ولا شو شاغل عقلك فيها؟ ولك طيب كيف بدي مثل اذا ما بعرف معناتها كيف؟ بدك تمثل يا اسماعيل؟ بدك تمثل يا اسماعيل؟ بدي مثل معك. لك يا مرت عمي، ما الاستاذ محسن. لا محسن ولا حسون، بدي مثل. راح طق حتى مثل. طيب. لك يا مرت عمي فهمينا. اسمعي، بروح معك وهونيك بمثلهم شوية وشوف كيف راح ينهبلوا. ايمتى التمثيلية؟ بكرة. بروح معك. طيب. طب شو هالمصيبة؟ كنا بمذيبة صرنا بمرت عمي نجاح. انه ما بتشوفني كممثل هيك تلفزيوني؟ شو بعرفني؟ لا قصدي انه يعني انه كوني اصلع مأثر؟ شو بعرفني؟ اسمع لواحظ، اهن يا لواحظ، بشرفك صوتي كيف للتمثيل ما منيح؟ شو بعرفني؟ طب انت شو بتعرف؟ شو بعرفني؟ طب ليك سامع بكلمة مذيبة؟ شو بعرفني؟ والله شو بعرفنا؟ شو بعرفني؟ لك اخ ان اللغة العربية للغة عظيمة، إنها إرث متجدد ومتطور، إنها لغة حبيبة. نعم. إنها لغة أديبة. نعم. إنها لغة لبيبة. نعم. أستاذ؟ من هذا؟ عفوا أستاذ، ما مرق معك كلمة مذيبة؟ مذيبة؟ مذيبة يا جاهل؟ مذيبة يا معتوه؟ مرت عمي نجاح؟ يلا يلا، أنا رايحة ألبس ونازلة. يلا مرت عمي نجاح، طولي بالك. شوفي
الاستاذ محسن مخرج كبير. ايه وشو يعني؟ فهمي علي شوي، يعني ما حيقبل تفوتي على استوديو التصوير. ايه والله بقلع له عيونه. لا شو بقلع له عيونه؟ لك يا مرت عمي، انت شو بدك تمثلي؟ ما الك دور. يا عيب الشوم عليك يا اسماعيل، انا ما الي دور؟ لاني نجاح اللي بيحلفوا باسمي كلهم ما الي دور. لك يا مرت عمي نجاح افهميني، الدور لصفيناز. روح الله يعتبك ياه. ايه بدي مثل يعني بدي مثل. ايه الله يستر. محسن ضوي يا محسن. جميل رائع، كيف الصوت؟ تمام. ستيليزي. بدك شيء ستيليزي، تصوير ستيليزي، اضاءه ستيليزي، وديكور ستيليزي. وين الصب اللي وعدتني فيه؟ دياو بيوصل. قلبي يا مرت عمي. الله معك استاذ محسن. الله معك، هاي جينا على الوقت. ها هذا هو، يعطيكم العافيه. وهي مين؟ انا مرت عمو نجاح. قلت يعني هيك بركي في شي دور صغير. انا بعجبك التمثيل. مين حضرته استاذ؟ هذا المخرج. هذا المخرج؟ ما بعلمي انت المخرج واسطه. قرب يا ابني قرب. نعم نعم استاذ. حضرت دورك؟ دورك صعب حضرته؟ ايه حضرته كرجه مي. استليزي بدي كل شيء استليزي. شو هاي استليزي؟ يلا كنا بمصيبه صرنا باستليزي. فين الست صفيناز؟ عندها اساس حلقات دوبلاج، بتخلص انه بتجي. الا تروح تمثل بجوادا لخرا. انت نجاح. انت نجاح. عمل لك نجاح. لا نجاح ولا نجاح، انت صفيناز. ايوه والله طلع لي. ادي 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 الدور لك. استليزي. نعم. طب لحظة استاذ، بس سؤال، في اقرأ دوري عن الورقة؟ اكيد يا ابني. انا استاذ ببدع على الورقة. اكيد، انا مخرج ستيليزي. طب يا ابني. طيب يلا ملقوح. ليه ما انا هيك مرنت على اللقحة تحت. ليه يلا ستيليزي ملقوحة. ستيليزي يلا، بس اعطيني لحظة استاذ. تفضل خد البدع على الورقة. تفضل. لواحظ. لماذا يا لواحظ؟ لم أظن أبداً أن حبك سيكون قاسياً إلى هذا الحد يا لواحظ. لواحظ، أنا لم ألاحظ أن الغيرة ستأكل قلبك الصغير. من صافي ناس. عفوا لحظة خليني أغير. صفيناز ابنة عمي، إن الحظوظ ظالمة، وأظافري ظمآ لظلالك الظليلة يا لواحظ. ظننت أنك تظنين كم أنا أظن في ظني. إن ظنوني مظلمة وظنونك كلها فظاظة يا لواحظ. اللقطة الأخيرة لواحظ إنها مذيبة يا لواحظ. مذيبة شو مذيبة؟ طب والبالك، ما هادي استليزي. استليزي بس أنا اللي بقول استليزي، ما حدا غيري بقول استليزي. أنت دمرتني، أنت حطمتني، أنت بتمثيلك وصلت للقمة بس رجعت انسحطت. طيب نرجع بنعيدها استاذ. ما بنعيدها. بنعيدها روح. ما بنعيدها. بنعيدها. ما بنعيدها استاذ. طب روق لي أعصابك. ليك ما يحيي لك، شو مكتوب هون؟ ها يحيي، مكتوب إنها مذيبة يا لواحظ. مذيبة شو جايبها من عندها يا ابني؟ إنها مصيبة. مصيبة مزبوط. بك هيدي هي، صار لي 4 أيام عم بتمرن عليها أو أكثر، هلكتني. مصيبة أحلى من مصيبة لأنه ستيليزي. بترجع تعيدني؟ مصيبة والله ما بعيد. أحلى بكثير. ما رح عيد. أحلى. أنت المصيبة وأنت المصيبة. قرب لقلك مرت عمي، قولي له أنا شو؟ أنت حلوانجة. أنا حلوانجة بس مني حلوانجة ستيليزي. شوف النامي وقول يا كريم. شوف
حلا حلا حلاوين هالونجي والحلو فرجي بغنوج غنجي والمعمول مصفوفو حدو صفوفو حلوياتي عالبصول هالونجي والحلو فرجي بغنوج غنجي والمعمول مصفوفو حدو صفوفو حلوياتي عالبصول هالونجي أنا شو تمام أو زنود الست يا سلام هالونجي أنا شو تمام أو زنود الست يا سلام بس المشكل إنه المشهور ذنبه مغفور أما المقهور وحده مقهور منه مسرور بابا يا أبي يا بوي مسافر بزيمبابوي تاركني ووضعي مريب وحدة بيت عمي مهيب علي مطول باله بس بيبقى لحاله أما مرت عمي نجاح هي سر النجاح لو حققت المستحيل حال والي أسمعي لو حققت المستحيل حال والي أسمعي واحد منا عنده